بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحبه والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب الحق المبين في الرد على من تلاعب بالدين للدكتور أسامة السيد محمود الأزهري حفظه الله ونفعنا الله بعلومه في الدارين، آمين. بيتكلم في الجزء الرابع من الكتاب احتكار الوعد الإلهي والاستعلاء به على الناس، مما يؤدي إلى عقلية تغلق في إنكار الواقع وتفكير المسلمين جميعا. يعني الجماعات المتطرفة دي بيظنوا إن أي وعد للمؤمنين نازل ليهم ظنا، لأن هم الطائفة المؤمنة. فهمت إزاي؟ المسلمين التانيين اللي مش معاهم هم ما لهمش وعد من الله. فهمت إزاي؟ فاحتكروا كل الوعود الإلهية، إن كان حقا علينا نصر المؤمنين. يقرأ الآية دي يقول المؤمنين يعني الإخوان المسلمين. اللي يقرأها بتوع داعش يعني بتوع داعش. هم دول اللي ربنا حق عليهم نصره. بتوع بيت المقدس يقول لك يعني هم بتوع بيت المقدس. التكفير والهجرة، أيام ما كان في تكفير وهجرة، يعني إن الله حق عليه النصر، يعني هم دول بس. كل واحد يقرأ الوعد الإلهي يظن أنه نزل له دون غيره. فهمت إزاي؟ هذه المسألة احتكار الوعد الإلهي. وده خطر. ليه؟ لأنه مبني على اعتقاده أنه هو المسلم وغيره غير مسلم. وأن القرآن نزل له دون غيره. فهمت إزاي؟ يدي الخطر. فبيقول هنا: ترتب على تكفير المجتمع بقضية الحاكمية وتعميم وصف الجاهلية التي هي شرك وارتداد على عموم أهل الإسلام، أن نشأ تصور آخر في غاية الغرابة، ألا وهو أن تلك التيارات استلبت وسرقت لنفسها حق الحكم على الناس بالكفر، ثم التفرد دونهم بامتلاك حقيقة الإسلام واستسهال تكفير الأمة كلها. مش كانوا بيقولوا هم في رابعة قتلنا في الجنة وقتلكم في النار؟ مش كانوا بيقولوا كده؟ زي اللي قالوا النبي بالضبط للكفار، كأن هم بيتمثلوا قول النبي للكفار بيقولوا هم للمسلمين اللي هم بيظنوا أنهم كفار. مش كانوا بيقولوا كده؟ فهمت؟ هذه الخطورة بقى، أنك أنت تبقى مختلف مع أخوك في طريقة إدارة البلد، يقوم تجعل أخوك كافر، وبعدين تجي عليه دعاء الكفار. وكانوا في التراويح بتاعتهم في رمضان، أيام كانوا في رابعة، كل دعائهم في الوتر: اللهم اهزمهم وزلزلهم وارنا فيه مش عارف عجائب قدراتك. يقصد مين؟ يقصد المصريين اللي هم مش معاهم في رابعه ولا في النهضه. ليه كده؟ فهمت ازاي؟ دي في منتهى الخطوره على فكره. كنا نختلف مع بعض في امور فيها اداره. انا عايز ادير البلد بالطريقه دي وانت عايز تديرها بالطريقه دي. جعلوا اداره البلد هي الدين، واسلوبهم هو الدين، وان هم بس المخصوصين بالوعد الالهي. كده ما ينفعش. بناء على الثقافة اللي خدوها من كتاب الظلال لسيد قطب، إن هم الفئة التي يجب عليها أن تتمكن، وهي الفئة التي تريد أن الله هو الذي يحكمها، وأن هؤلاء رضوا بحكم الجاهلية، وفي حكم الجاهلية يبغون. وخد بالك إزاي؟ علشان يطالوا بمجلس الشعب ومجلس نيابي والدستور غير القرآن والحاجات اللي احنا هيك اتكلمنا عليها كل ده. فبنوا على هذا أن دول كفار وهم دول حزب المؤمنين. دي الخطورة بتاعتهم. ثم انطلقوا إلى كل آية فيها وعد من الله تعالى للمسلمين بالمعونة والنصرة والتمكين فصرفوه إلى أنفسهم، وادعوا أنهم هم المخاطبون بها، فجعلهم هذا الوهم يزدادون اندفاعا وتماديا في التشبث بالتكفير، وزادهم جلدا وشراسة في الخروج على عموم المسلمين بالبغي والعدوان والقتل والدماء. وكلما اصطدموا بالمسلمين وشعوبهم ودولهم ومؤسساتهم، ورد المسلمون على أنفسهم عدوانهم، أمعنهم في إنكار الواقع لما يتوهمونه من امتلاك وعد إلهي يخصهم دون غيرهم بالنصر، واجعلهم غير متقبلين لفكرة التخلي عن وهمهم هذا. لدرجة إن كانوا كتير منهم يقول لك إيه؟ إن لو ربنا ما نصرش مرسي وطلعه من السجن، يبقى القرآن ده مش كلام الله. وصلوا لهذه الدرجة. سمعناها منهم. فهمت إزاي؟ ليه؟ لأن معانا في إنه متصور إن وعد الله ده نازل علشانهم هم بس. وأصبح عمله محك للإيمان والكفر. وعشان كده بعد القضية دي انتشر الإلحاد فيما بينهم. ببعض أنصارهم انتشر الإلحاد، بعضهم ترك الصلاة، وبعضهم ما زال في الصدمة مصدوم إلى الآن. فهمت إزاي؟ أنواع كده. وده غلط. وعد الله لعموم المؤمنين، لعموم المؤمنين، وينصر من بينهم من شاء حسب على نياتهم كمان.
وانت ممكن مؤمن بينصر الحق لا للحق، لنفسه، للشهرة، للدنيا، يوم ربنا يخزله مع انه بينصر الحق، لانه لا ينصره لله، ده بيعمله من اجل الدنيا. فهمت ازاي؟ فالامور كلها متعلقه بنظر الله لقلوب العباد ونياته. بيقول ان انا امام سجل حافل بتصورات مغلوطه ترتب بعضها على بعض وتولد بعضها من بعض واكتنف بها ببعض واشتبك بعضها ببعض، فصنعت انسانا موتورا عدوانيا لا هم له ولا مقصد سوى الانتظار على المسلمين بالتكفير، مع تصور بتحميه الصراع الابدي، وهو يستجلب لنفسه الثقه في وهمه هذا بتصنيع نظريه اخرى، الا وهي انه يستهين بكل تلك الصعاب ويرفض القناعه والتصديق بانه غارق في الوهم بسبب عقيده راسخه عنده يدعي فيها ان وعود الله تخصه هو لانه وحده دون اولئك المسلمين هو المستحق الوصف المسلم، فهو فمن المخاطب بالوعد الالهي سواه؟ انه هو المقصود في نظر نفسه بهذا الوعد الذي لا يتخلف. وتبدا تلك التيارات المتطرفه حينئذ في صنع سيل من الادبيات والقصائد والبطولات والملاحم التي وقعت بسبب تعديهم على المسلمين، فاعتبرونها هم تاريخا مجيدا في الصبر والثبات، مع سيل من الاسقاطات لايات كريمات تتحدث عن فئات قليله غلبت فئات كثيره باذن الله، فينطلق لتلك الايات ويحملها على نفسه ويجعل نفسه المقصود بذلك الوعد بالنصره. فبينما هو متعد على حرمه القران واياته، منتهك لجلالها بتاويل مظلم وتحريف لدلالاتها، متهجم على حماها بدون ادوات الفهم ولا مناهجه، وبينما هو منغمس في المجتمع بالتكفير والعدوان، خارج عليهم بالبغي والسلاح، ساعي في تدمير مؤسساتهم ومجتمعاتهم، وينزل بالقلوب والعقول المرارات اذا هو في اعماق عقله وقراره نفسه متشبث بوهم كفر المجتمع وانه وحده المؤيد بالوعد الالهي. والنتيجه الخطيره المبنيه على ذلك هو عدم قبول المناقشه في وجود خطا عنده، لانه توحد بالوعد وامتزج به، فقيامك بالتشكيك في اهليته واستحقاقه يقابل منه بالرفض التام، لانه لا يعني في ذهنه التشكيك في الوعد الالهي ذاته. وقد سمعنا باذننا من يتكلم عن نجاح فلان في الحكم او عدم نجاحه بان هذا شك في الله تعالى. قالوا كده، قالوا من يشك ان مرسي لن يعود كانه بيشك في وعد الله، قالوا كده. احنا مش بنتهجم عليهم على فكره، والله مسجله كل حاجه مسجله. واخد بالك؟ قالوا كده في كلامهم وهذا لا يليق. لدرجه ان بعضهم كان بيجي له زي الشيزوفرينيا وهلوسه كده. واخد بالك؟ بعض الناس مرضى نفسيا بيبقوا معاهم. يوم يقول لك سيدنا جبريل، انا شفت سيدنا جبريل بيصلي معانا. وهي كلها هلوسه بصريه. فيجوال هلوسينيشن بسبب ايه؟ السهر وقله النوم والمرض النفسي. ومعروف ان المرض الشيزوفرينيا ده مرض الضلالات. يقول لك انا شفت النبي بيقدم مرسي للصبر. اه هو صادق، بس صادق في رؤيته رؤيه مريضه وليست رؤيه حق. فهمتوا ازاي؟ واصبحوا ايه؟ الكلام ده يشيع ويقولوه ويعملوه، كانوا بيعيبوا على الصوفيه ان هم بياخدوا بالمنامات وهم اصبحوا يقولوا المنامات. حاجات غريبه مش كده برضه؟ يعني لاحظنا هذه التطورات الغريبه والعقول الغريبه التي تستهين بالناس. فده كل ده وارد يعني. علشان كده الواحد ايه يعني ياخد باله من المساله. وتتهم نفسك يا اخي، ما تتهمش غيرك. اتهم نفسك انك انت مش فاهم. اتهم نفسك، ما تتهمش الله انه لم ينصرك يبقى ربنا خلف وعده، لا. اتهم نفسك انك انت كانت نيتك ليست خالصه. وفهمك لم يكن صحيح، والعيب فيك لا في وعد الله. لكن هم ما يتهموش نفسهم، دي مشكله برضه. وهو يخلط بين قوة يقينه فيما يعتقده وبين مدى الأهلية والكفاءة والخبرة والعلم والمعرفة، فيجعل قوة اليقين عوضا عن عمق الخبرة، ويظن أن قوة يقينه فيما يعتقد تجبر الخلل في المقدرة والخبرة، فيخرج بذلك عن سنن الله في كونه وقوانينه في عباده، ويخلط بين الأمور. وكلما أنكر الناس عليه قلة خبرته وعدم درايته استعلى عليه، ورجع يفتش في نفسه يجد أنه مستند إلى يقين عميق في وعد إله يخصه، وإلى تاريخ من الأدبيات والملاحم، فيجزم بأنه مستكمل أدوات النجاح وهو في الحقيقة فاقد لها، منكر ومكابر في دعواه امتلاكها. إنه لبس مفاهيمي وذهني. تتمتهن فيه الآيات القرآنية بتأويلات منحرفة مما يصنع نموذجا إنسانيا مدمرا للكون، وهو يظن أنه يصعب لذلك.
قال في ظلال القرآن، مين صاحب الظلال؟ اللي هو سيد قطب إمام التكفير في هذا الزمان. الوعد بالنصر والغلبة والتمكين، هذا الوعد سنة من سنن الله الكونية، سنة ماضية كما تمضي هذه الكواكب والنجوم في دورانها في دوراتها المنتظمة، وكما يتعاقب الليل والنهار في الأرض على مدار الزمان، وكما تنبسط الحياة في الأرض الميتة ينزل عليها الماء، ولكنها مرهونة بتقدير الله يحققها حين يشاء، ولقد تبطئ آثارها الظاهرة بالقياس إلى أعمال البشر المحدودة، ولكنها لا تخلف أبدا ولا تتخلف، وقد تتحقق في صورة لا يدركها البشر، لأنهم يطلبون المألوف من صور النصر والغلب، ولا يدركون تحقق السنة في صورة جديدة إلا بعد حين، ولقد يريد البشر صورة معينة من صور النصر والغلبة لجند الله وأتباع رسله، ويريد الله صورة أخرى أكمل وأبقى، فيكون ما يريده الله ولو تكلف الجند من المشقة وطول الأمد أكثر مما كانوا ينتظرون. قال أيضا في ظلال القرآن: وهو وعد قائم في كل معركة يلتقي فيها الكفر باليمين، فما يلقى الذين كفروا الذين آمنوا حتى يخافوهم ويتحرك الرعب الملقى من الله في قلوبهم، ولكن المهم أن توجد حقيقة الإيمان في قلوب المؤمنين، حقيقة الشعور بولاية الله وحده والثقة المطلقة بهذه الولاية، والتجرد من كل شائبة من شك في أن جند الله هم الغالبون، وأن الله غالب على أمره، وأن الذين كفروا غير معجزين في الأرض ولا سابقين لله سبحانه، والتعامل مع وعد الله هذا مهما تكن ظواهر الأمور تخالفه فوعد الله أصدق مما ترى عيون البشر وتقدره عقوله. وهكذا بقى إيه باستمرار يشحذ إمامهم: مهما كنتم الصعاب أنتوا اللي على الحق، لا يغرنكم، أنتوا اللي على الحق. ويضربوا بقى مثل بإيه؟ بأصحاب الأخدود. أصحاب الأخدود يعني لم ينتصروا في الدنيا إلا أن نصرهم كان في الحقيقة بالأخير، فاجعلوا أنفسكم أنتوا أصحاب الأخدود، أنتوا منصورين حتى لو قهركم من خالفكم. زيهم يجعلهم يزدادوا غيا في غيره، كل ده بسبب ايه؟ التحميس، حماسه بلا علم وسوء فهم. واسمعوا ما هو افضل، قال في ظلال القران: واعطاهم الاستعلاء الذي ينظرون به الى قطعان البشر الضاله. شوف الاستعلاء، التكبر، يشوف نفسه هو اللي فاهم وغيره مش فاهم، هو المؤمن وغيره كافر، الاستعلاء، والاستعلاء ده كبر. ولا يدخل الجنة من كان في قلبه إيه؟ ذرة حبة خردل من كبر. هو بقى إيه؟ بيرزع فيهم الاستعلاء من خلال كلامه. وأعطاهم الاستعلاء الذي ينظرون به إلى قطعان البشر الضالة بأرجاء الجاهلية. بذمتك النبي كان بينظر حتى للكفار إنهم ماشي ماشي على حاجة غريبة، عمر النبي ما كانت نظرته كده، لا هم بينظروا كل من خالفهم هم قطعان ضالة من المشي، وهم بس العقلاء اللي فاهمين. واسمعوا ربط الاستعلاء بشيوع الجاهلية في الأرض، حيث يقول في ظلال القرآن: وأنه تعالى أراد بهذا القرآن أن يكون هو الرائد الحي الباقي بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم لقيادة أجيال هذه الأمة وتربيتها وإعدادها لدور القيادة الراشدة الذي وعدها به، كلما اهتدت بهديه واستمسكت بعهدها معه واستمدت منهج حياتها كله من هذا القرآن واستعزت به واستعلت على جميع المناهج الأرضية، وهي بصفتها هذه مناهج الجاهلية. وخذ بالك يقصد بالقرآن هو فهمه للقرآن، يقصد بالقرآن مش كلام ربنا، ده يقصد بالقرآن هو فهمه للقرآن الذي أخطأ في الفهم، ثم صار يدافع عن هذا الخطأ الفهم هو ده الفهم المراد، وإن ده مراد الله من القرآن. فدي المشكلة، أنك أنت تفهم غلط وتظن أن ما فهمته خطأً هو العين والفهم، ثم بعد ذلك تقاتل من أجل هذا الفهم. وقال أيضاً في ظلال القرآن: حتى رغبة المؤمن في غلبة عقيدته وانتصار كلمة الله وقهر أعداء الله، حتى هذه الرغبة يريد الله أن يتجرد منها المؤمن ويكل أمرها إليه وتتخلص قلوبها من أن تكون هذه شهوة لها ولو كانت لا تخصها. هذه العقيدة عطاء ووفاء وأداء فقط بلا مقابل من أعراض هذه الأرض، وبلا مقابل كذلك من نصر المغلبة التمكين والاستعلاء، ثم انتظار كل شيء هناك، ثم يقع النصر ويقع التمكين ويقع الاستعلاء، ولكن هذا ليس داخلا في البيعة، ليس جزءا من الصفقة،
ليس في الصفقة مقابل في هذه الدنيا وليس فيها إلا الأداء والوفاء والعطاء والابتلاء عشان يعميهم. كلما انهزموا يقول لك ما ربنا سبحانه وتعالى تكفل نصيبنا في الآخر، ما جراش حاجة إحنا برضو صح. وينهزم وراء انهزام وينهزم وراء انهزام ما يرجعش نفسه، لا ده يزداد تشبسا يقول لك إحنا صح، ولو لم ينصرنا في الدنيا هينصرنا في الآخر. تلاقوش قاعد باستمرار يغم عيونهم عن رؤية الحقيقة حتى التي قد يكتسبها الإنسان من خبرته في الدنيا أنه كان مخطئا فعليه أن يراجع نفسه، ويقول له لا امشوا كده عميان ولا تراجعوا أنفسكم أنتوا على الحق، ولو حتى اصطدمتم وحتى قهرتم لو لم تنتصروا في الدنيا تنتصروا في الآخر. في أي بعد كده مين بعد كده اللي قطعان؟ اللي هيمشوا وراهم اللي قطعان ده لأنه هو غمام. فهمت بقى المسألة؟ فبيعلق هنا الدكتور أسامة يقول فما زال يربط التمكين بالاستعلاء ويشدد على الثقة في الوعد الإلهي بحيث يمكن للشخص عنده أن يظل في ابتلاء وأداء ووفاء وعطاء قاصدا وقوع التمكين والاستعلاء ثم يموت ولا يرى من ذلك شيئا لكنه يموت مطمئنا إلى أن الاستعلاء والتمكين سيحققان لمن بعده. وإذا تربى الإنسان عندهم على ذلك جعل التمكين والاستعلاء هدفا يستند في تحقيقه إلى امتلاكه الوعد الإلهي لا إلى مقدرته على تحقيق الرخاء والعمران وتيسير سبل المعيشة وصناعة الحضارة وانهاض المؤسسات وإكرام الإنسان وتوفير مطالبه وكفاءته. فيفقد التمكين فحواه ويتراجع معناه وتغيب تماما مقاصد الشريعة في حفظ النفس بإحيائها وإكرامها وحفظ الدين والعرض والمال والعقل وتختل منظومة الإسلام بالكلية وتبقى تلك التيارات على الطرف الآخر تفهم التمكين على أنه مغالبة وإقامة النظام سياسي وانتزاع مقاليد الحكم وتفهم الوعد الإلهي على أنه ضمان لهم دون غيرهم بالنجاح والمعونة ويغيب فقه العمران والرخاء. وكلما افتقد الناس وجود الوجوه المعيشة وتأثير سبل الحياة وضاقت بهم مسالك الحياة واجهتهم تلك التيارات بالمكابرة والعناد وأنكروا الواقع ثم انتقلوا إلى وهم آخر وهو أن انتقاد الناس لهم معاندة من الناس لشرع الله ودينه فيجعلون توقف الناس عند إخفاق الواقع عندهم تشكيكا فيما لديهم من وعد إلهي ويزداد ما قناعتهم من أن الناس ترفض شرع الله وتزداد إغراقا في الجاهلية فيأتي دور المغالبة والمقاتلة وحمل السلاح ثم يسمون ذلك جهادا في سبيل الله. نتكلم بعد كده على مفهوم جهاد الجمعة القادم عندهم يعني. والله تعالى أعلى وأعلم.